السلام عليكم احبابي، كما كتشوفوا انا كنجري كنصايب شي حوايج. عندي لكم واحد المفاجاه، من بعد غادي نتعرفوها، بقاو معايا حتى الاخر. اليوم غندير لكم واحد الفلوق، كاينه انا وكريم غادي نخرجوا مسافرين لواحد البلاصه، بقاو معايا. كما كتشوفوا احبابي انا عندي طوموبيلتي ها هي، بقاو معايا تشوفوا الفيلا. لا ما تريكول، صور صور الفيلا ديالي. هانتوما هي الفيلا ديالي، وقفي قدام. هذه هي الفيلا ديالي، شفتوا؟ مرحبا، انا راه لاباس. مرحبا بالناس. زيد اخويا، زيد هنا السيد هذا حدا المحكمة كيبيع القهوة. السلام عليكم، انا كناكل التقلية دابا، داكشي زوين ما نقولش لك. عاد ما كتاكلش التقلية. عند الجوكر تو معاه. السلام عليكم، لاباس عليكم، معكم هويا. شوفوا انايا جيت عند كريم اليوم وصورنا وداكشي، اجي نوريكم السناك ديالو. نتوما الطناجر وداكشي والماكلة وعندو داكشي واعر. وتسناو كنطيب الطواجن وداكشي، انا غادي نخدم اخوتي. انا غلاضيت شويه وخيابيت، اليوم غنمشي للصالون غندير دوفي وغندير مايو، غنحيد وغادي نجي للدار وغنوريكم الماكياج وداكشي، ونوريكم شنو ديروا في الوجه ملي غنحيد دوفي وغنصايب حجباني. غنوريكم الصالون اللي غنمشيو ليه، بقاو معايا. انتي حبيبتي، يعني ضربوا واحد العذاب ولا عادير؟ عادير لا، واخا يكونوا ضرب. وانت عادير ما عمرك مسحت الفيديو؟ لا ما عمرني مسحت شي فيديو. كما كتشوفوا ريتاج هنايا شعرها بوكلي، اجي نوريكم دوري دوري ريتاج. خصكم تعرفوا علاش ريتاج شعرها بوكلي. شوفوا شعرها كي داير بوكلي، هزي هزي عينك. شوفوا شي ريتاج شعرها بوكلي. خصني نوريكم شنو غديروا باش بناتكم يكون شعرهم بوكلي بلا ما يديروا شي حاجه. خاصك تجوجي شي واحد شعره بوكلي. كيفاش هويا مشعرها سامبل ولاصق، يعني ملس شعرك؟ ملس قوليش من القهوه كيتقلب شعري ملس. البروتين خاصكم ديروا البروتين، البروتين. انا وجهي ابيض، ماشي ابيض زرق، ماشي زرق، ما بين الابيض والاسمر. انا كان قالت لي وحده كتشبه الغجريات، خاصكم تعرفوا علاش. با اسمر خدام مي بيضاء ولدو هاد اللون، مصفر مزرق مكحل. كما كتشوفوا انا وريتاج، شوفوا شعره كي داير بوكلي، شي حاجه بوكلي بوكلاج، يعني نقولش ليكم صافي. هانتوما ريتاج شعره بوكلي. شكون انا؟ ماما. شكون انا؟ ماما. شكون اللي زوين، انا ولا بابا؟ ماما. بابا غير يقول لك واش عندك حساب ادسنس ولا ما عندكش؟ ما عنديش، خليهم هما يكريو. صافي معلم، صافي ضرب على هادشي كامل دابا، وهذيك انساها على 24 ساعة. شي حاجة صور لي وصيفط لي في الوش. يلا نمشيو. هادي تاع سيا دانات زوين. غادي دابا عايشة فين؟ الدار عيسبح. نقول لكم كيفاش تصايبوا الدانيس، انا اللي صايبته. هذا كتجيبوا فلان والحليب، كديروا الحليب فوق البوطه حتى كيسخن، كتلحوا فوق منه الحليب. كتجيبوا الحليب كديروه فوق البوطه وكيسخن، من بعد كديروا فيه السكر، كديروا فيه فلان، كتحركوا مزيان داكشي، من بعد كديروا في السليفات بحال هكا، كتدخلوه في الثلاجه حتى كيبرد، كيعطينا بحال هذا المنظر هذا. كتاكلوه حاجه واعره. صحاب دانون، الشركه ديال دانون، عيطوا لي، راه انا كندير الاشهار للشركات ديال دانون ديال الحليب. شوفوا كي كندير مصحتي، درتي غمض عينيك مع دانون هوي، مصحتك درتي غمض عينيك. اي
يا الحاج خليتيني من جواب حيدي الحاج دلنا ميزي كما كتشوفوا انا رجعت خدامه مع البوليس هانتوما هذا هو الراديو اللي وقف اللي لقيناه خارج في الزنقه كنشدوه ما كاينش بلاتي تمام تو دغوا ادروات اغوش تو دروا ممنوع الخروج من 9 ديال الليل كلشي يدخل دارو حضر التجول حضر التجول شد شد لي هذاك شوف قف انت دوز لمك هكا سير نيشان سير سير واحد شي جدراري خارج الملي سير الو حاول البوليس سير اخويا سير نيشان حنايا كما كتشوفوا معكم الشرطه هيام البوليسيه انا اليوم خدامه الليل شاده الليل بيرمانوس غادي نمشي للكوميساريه غنعتقل واحد 4 ديال الرجاله سير اخويا تضغوا ماكو خفتي الحاج قالت انا جاي كريم اي قال لك انت اللي تدينا ولا غنمشي معاك هاهو ديال البوليس انا حاول كيجيكم الاحساس ملي كتطلع من الشرجم والبر راجلي تخلع قال لي سكتي لامك خسر الهضره سمعت خسر الهضره خاصني نصلح له فمو اكريم ملي يتزوج بيا كما كتشوفوا حنا غادي جرب محيط اطلس غادي على الشارع تشدغوا غندوزو ما بين وجده ومراكش خاصكم تعرفوا في الغداء هويام هويام غادا لواحد البلاصه تسناو الجديد ديالي انا غادا 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 مابقيتش عاقله في الغداء في الغداء حنا ريتاش حنايا في الغادين حنا في الغادين غادي البويا عمر شريتاش تضحكي ضحكي ضحكي كنحمق على بنتي انا حتى انا مين حبيب ماما مين روح ماما مين حبيب ماما مين حبيب ماما ريتاش نسيتي خلوني في حالي انا ما بغيت زواج انا عجبني حالي خلوني في حالي انا ما بغيت زواج انا عجبني حالي غدا البختومو ديالي غدا نمشي ناكل ونطيب عشايا وغدا ان شاء الله موجده لكم مفاجاه انا و سي كريم واحد المفاجاه خطيره جدا غادي تفاجئوا ان شاء الله وتا انا موعده كريم باش نجيب ليه كادو خاصني ضروري نديكم معايا باش تعزلوا ليه الكادو نديكم معايا لواحد البلاصه يعني ما بين تايوان وروسيا تما من تما خصني نجيب لكريم الكادو لاني وعدته واحد الكادو كبير وخاص جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن انهم يشهدوا على هذا الكادو لان كادو شي حاجه بوم عمر شي مشهور او شي واحد واصل العالميه جاب هذا الكادو اللي غتجيبه هويا بلسي جاب هذا الكادو اللي غتجيبه هويا شي حاجه مفرقعه شي حاجه تفرقع خاصكم تبقاو معايا في الفيديو حتى الغدا باش تشوفوا الكادو شي حاجه ما كايناش شي حاجه كاع الغالم باش نقدر نعرف شكون من ما عرفت مالا جا الوحش مصبوح يتوصف فيا شوفوا
واحد الكادو خطير جدا. انا خايفه على كريم يطيح يجي سكسه قلبيه او يسخف، لان لو شاف هذا الكادو غادي يتفاجئ بزاف. تسناو هذا الكادو احبابي، ولكن ماشي غدا، سال بعد غدا عاد خاصني نجي ليه الكادو، لان غندير عليه الريزيرف، غندير عليه الدوموند حتى غيجيني عاد غنصيفطو ليه. اختي كريم في لاطو بزاف، حيد اخويا الفيديو.